وحول العلاقات المصرية الأردنية معنا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور فارس، بعد التحية، كيف تنظر إلى العلاقات المصرية الأردنية في ظل المعطيات الحالية ونحن على بعد دقائق من مباحثات قمة بين الرئيس السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني؟ أهلا بك يا أستاذ يوسف، وأهلا بالسادة مشاهدي التلفزيون المصري. طبعا العلاقات المصرية الأردنية هي علاقات تاريخية تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ، لأنها تتميز بالاستقلالية والتنوع على كافة المستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، سواء على المستوى الثنائي أو حتى على مستوى الآلية الثلاثية المصرية الأردنية العراقية، على اعتبار أن مصر والأردن هم رقائد أساسية لصناعة الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط. وهناك الكثير والكثير من العلاقات التاريخية التي تجمع الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني، ولديهم من الحكمة والرشد والوعي والإدراك في التعامل مع القضايا عامة في المنطقة العربية في إطار الحرص على إحلال السلام وخفض التصعيد، وهذا ما ظهر بشكل واضح من أدوار مهمة لكلا البلدين في التصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، باعتبار أن مصر والأردن هما الدولتان المعنيتان بالقضية الفلسطينية والعمل وبشكل كبير على تنفيذ مبدأ حل الدولتين اتفاقا واتفاقا مع قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن. ولم تتوقف العلاقات على المستوى السياسي والتباحث، وكان لهم دور كبير جدا في تحقيق الاستقرار في العراق من خلال المشاركة في قمة بغداد واحد وقمة بغداد الثانية، والعمل وبشكل كبير على استقرار الأوضاع في العراق من خلال السعي لإجراء الانتخابات، وأيضا الأوضاع في ليبيا، استقرار الأوضاع في سوريا. وباعتبار أن هذه الدول هي يعني تتحرك مصر والأردن في اتجاهها لتحقيق استقرار حقيقي في المنطقة. هذا سياسيا. إذا نظرنا إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن، فقد شهدت يعني تطورا ملحوظا السنوات الماضية، وصل حتى الآن في 2022 إلى حوالي مليار دولار. يعني بالفعل هناك قفزة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن. مصر والأردن يسيران على الطريق الصحيح، هناك مشروع الشام الجديد اللي بيربط ما بين العراق والأردن ومصر من البصرة في جنوب العراق مرورا بالعقبة الأردنية إلى نويبع المصرية. هذا المشروع يعني يتم التجهيز له بشكل كبير لتنفيذه. هناك أيضا المنطقة الصناعية المصرية الأردنية العراقية اللي على مساحة 24 كيلومتر، وإذا تمت أيضا ستحدث نقلة نوعية. وأيضا الأردن بتحتضن جالية مصرية كبيرة يقدر عددها بحوالي 800 ألف نسمة، يشكلون أحد أكبر الجاليات المصرية في العالم. وأيضا هناك تبادل ثقافي بين البلدين، الطلبة الأردنيين في جميع مراحل التعليم بمصر بيصلوا لحوالي 5000 طالب، منهم حوالي 2500 طالب جامعي، وأيضا الكثير والكثير من الملتحقين بالكليات والدراسات العليا. وبالتالي مصر تفتح ذراعيها للأردن والأردن يفتح ذراعيه لمصر، باعتبار أن الدولتين يكملان بعضهما. نعم. سياسيا واقتصاديا وأيضا ثقافيا. نعم دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك.